أفلح من صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثانيا على حب الزهراء. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثالثا لتعجيل فرج صاحب العصر والزمان. اللهم صل على محمد وآل محمد. حسب ما نقل إليه إنه اليوم العاشر يصادف أربعينية المرحوم السيد رضا الروحاني الحسيني رحمة الله عليه. لذلك بهذه المناسبة وبهذا اليوم هذا الرجل لم ألتقه واقعا، لكن يعني عطره قد فاح على الكل، فشممت عطره في نياجرا مولانا، لأنه يوم وفاته أعلنوا الإعلان. سبحان الله، سماهم في وجوههم. وهذا الرجل لأنه قدم لله سبحانه وتعالى، نحن في غربة، وانظر إلى هذه الوجوه، عندما يذكر السيد تحس بألم، تحس بغصة. ليش؟ لأنه هذا الرجل واقعا قدم، ومن يقدم يذكر بالخير. لذلك إلى أرواح موتاكم جميعا، وبالخصوص إلى روح السيد رضا الحسيني الروحاني، نهدي ثواب المباركة الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة غريب يا مظلوم كربلاء، يا من غسله دمه والتراب كافه ونسج الريح كفان والقنا البيض نعش وفي قلوب من والا من والا قبره. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. فاز وسعد والله. هذه الليلة واقعا ليلة موحشة لبنات رسول الله. فقدنا الإمام الحسين، الشمس الساطعة التي كانت تنير دروبهم، وإذا بهم النساء وحيدات فريدات في ذلك الليل المظلم. لذلك اليوم واقعا ما عندي ما أقوله لكم واقعا إلا النعي، إلا مواساة زينب وأخوات زينب. السلام على ساكن كربلاء ولزينب ولزينب نوح لفقد شقيقها
وتقول يا ابن الزاكيات الركع اليوم اصبغوا في عزاك ملايابسي سودا واسكبها طلات الأدمع اليوم شبوا نارهم في منزلي اليوم شبوا نارهم في منزلي وتناهبوا ما في حتى مقنعي اليوم ساقوني بقيدي يا أخي زينب تحكي ويا أخوة الحسين ها اليوم ساقوني بقيدي يا أخي والضرب آلمني وأطفى ويالي معي قل أنعم جوابا يا حسين وما ترى شمر الخنا بالصوت ألم أضلعي فأجابها من فوق شاهقة القنا قضي القضاء بما جرى فاسترجعي وتكفلي حال اليتامى وانظري ما كنت أصنع في حماهم فاصنعي إلا يا أبا وانساب وانساب يا أب اجمع لي أنا يا أخويا الجيش وانساب وانساب وما ظل شرف عند القوم وانسى يا سبونا وبونا انشتم وانسى يا وشبت بالخيم نيران ومية وشبت بالخيم نيران ماجورها أريدك الليلة تساعدني مولانا ها أنا مخلص مقتل رحمة لك نكسب ثواب أجر بهالليلة الكريمة هذه هي وشبت بالخيام نيرا يا شو تسوي زينب زينب احتارت يوم شبوا بالخيام نار طلعت وياها الحريم صغار وكبار تصرخ بعالي الصوت طايح وين يا حسين خدر انهتك وانت يا غياث المستغيثين تقل عجيل ادرخنا لا تنهتك خويا النساوين لما سمع قام يتقلب والدمع فوار وبعدها قل بين القمر بين حسين أركض والدمع يجري وصيحا ياهو من عدكم يطف النار اللي بخدري
تركض بين العباس وبالحسين. ها زينب ما تعرف الى اين تتجه. تقول له بين القمار بين حسين اركض والدمع يجري وصيحا ياه منكم يطفي النار اللي بخدري. من الخيمة جايت تركض وصلت الشاطئ يا معباس صحت بصوت يا اخويا الخيمنا وصلت الارجاس عفت سكينة يم النار تبكي وتلطم على الراس وتناقي وتنادي عقب ولياي ريت انا فقدت عمري. عن امامنا الرضا سلام الله عليه ان المحرم شهر كان اهل الجاهلية يحرمون فيه القتال فاستحلت فيه دماؤنا وهتكت فيه حرمتنا وسبي فيه ذرارينا ونساؤنا واضرمت النيران في مضاربنا وانتهب ما فيها من ثقلنا ولم ترعى لرسول الله صلى الله عليه وآله حرمة في أمرنا إن يوم الحسين أقرح جفوننا وأسبل دموعنا وأذل عزيزنا بأرض كرب وبلاء أورثتنا الكرب والبلاء إلى يوم الانقضاء فعلى مثل الحسين فليبكي الباكون فعلى مثل الحسين فليبكي الباكون فإن البكاء يحط الذنوب العظام. مولانا بعدما قتل الإمام الحسين ها ورفعوا رأسه على الرمح أقبل القوم على سلبه فأخذوا كل ما لديه حتى خاتمه الذي في أصبعه قطعوا الأصبع مولانا وأخذوا الخاتم ها لم يتركوا شيئا للإمام الحسين. زينب تلتفت يمينا وشمالا تركض مرة وراء الأطفال ومرة خلف النساء يقول لنا نايمة خي شلون نوم وحر الشمس حر الشمس غيري رسوما وفوق الذبيح فوق الذبيح سلبوي هدوما. أقبلوا إلى خيام بنات الرسالة وانتهبوا كل شيء عند الحسين. اسمع هذه الواقعة يقول جاء رجل من القوم إلى فاطمة بنت الحسين عليه السلام فسلبها وهو يبكي. انظر إلى هذا النفاق مولانا. فقالت له ما لك تبكي؟ فقال كيف لا أبكي وأنا أسلب ابنة رسول الله. قالت له دعني إذن. قال أخاف أن يأخذه غيري. الله أكبر. زينب واقفة تنظر إلى رأس الإمام الحسين وتشتكي له تشتكي ما أصابه. شو تقول له؟ تقول له وصيت من يحسين بينا ومن تهجم الغار علينا خويا واحنا حرام حرام شنو يا البدين انت انصبيت يا خويا واحنا نسبينا. يقول حميد ابن مسلم فانتهينا الى علي بن الحسين وهو نائم على فراشه فراش المرض
وكان الشمر وجماعة من الرجال، فقالوا له: ألا نقتل هذا العليل؟ يقول حميد بن مسلم: فقلت لهم: سبحان الله، أتقتلون الصبيان؟ إنما هذا صبي وإنه عليل. فأقبلت العقيلة زينب وهوت بنفسها عليه وقالت: والله لا يقتل حتى أقتل دونه. فتركوه القوم، لكن ماذا فعلوا؟ سحبوا الفراش منه وهو نائم عليه وألقوه على الأرض. قل أشوا أخروا عنه وخلوه، ومن فوق فراش المرض جروه على وجهه وعلى التربان، يا بس يحبوه، يا ويلي ولا واحد عليه ينغر. جاء عمر بن سعد فصاحت النسوة في وجهه وبكين، فقال لأصحابه: لا يدخل أحد منكم خيم هؤلاء النساء ولا تتعرض لهن لهذا الغلام المريض كذلك. فسألته النسوة أن يسترجع ما أخذ منهن، فقال: من أخذ شيئا فليرده. يقول: فوالله ما رده، ما رد شيء مما أخذوه. تقول: يا أخويا يا أخويا، بقيت محيرة واصفق باليدين باليدين، لا عباس إبرالي ولا حسين، يضربون يضربون من أبجي وتدمع العين، وتبقى عبرتي بصدري تكسر. نادى اللعين ابن سعد: احرقوا خيام الظالمين. فأضرمت النيران في الخيام، فجاءت الحوراء زينب إلى الإمام زين العابدين وهي تقول: يا بقية الماضين والباقين، أضرموا النار في مضاربنا، فماذا نحن عاملين؟ قال لها: عمة عليكن بالفرار. يقول لك: ففررنا بنات الرسالة صائحات باكيات نادمات. قل لي: يا بي يا بي، افترنا الخوات حسين من خيمة لعد خيمة، هاي تقوم هاي الطيح هاي المدمع تسيل، كل خيمة تشب بنار ردا ضربا الهيمة. نعم فرا بنات الرسالة، إلا العقيلة زينب بقت واقفة بباب خيمة الإمام زين العابدين. كانت محتارة زينبها، ماذا تصنع؟ النيران في الخيام والعليل لا يستطيع عن الحركة. يقول حميد ابن مسلم: فرأيت امرأة واقفة بباب الخيمة والحيرة على وجهها، تارة تدخل وأخرى تخرج. أقبلت نحوها، قلت: يا أمة الله، هل لك حاجة فأقضيها؟ قالت: إن لنا عليل داخل الخيمة. يقول: فأخرجنا الإمام أويلي، قلنا: أنا بقيت محيرة واصفق باليدين، لا عباس يبرالي ولا حسين، يا بي يضربوني يضربوني من أبجي وتدمع العين، وتبقى عبرتي بصدري تكسر. لكن في هذه الليلة قامت زينب الحوراء بجمع العيال والأطفال في مكان واحد، فلما جمعتهم أخذ الأطفال ينظر بعضهم إلى بعض ودموعهم تتحادر على الخدود، وأخذوا يسألون الحوراء زينب: عم زينب، أين أبي؟ وذاك ينادي: عم زينب، أين عمي؟
وآخر ينادي عم زينب أين أخي بالله عليك ماذا تجيبهم بماذا تجيبهم زينب أتقول لهم إنهم صرعى على وجه الأرض أم عندها جواب آخر؟ نعم ماذا قامت زينب؟ قامت إليهم فأخذت تضم الطفل إلى صدرها تهدئها عن البكاء والعويل فإذا هدأت أخذت الأخرى ساعد الله قلبك سيدتي ومولاتي وإذا بها تفتقد يتيمة الحسين فاطمة فخرجت تبحث عنها فجاءت إلى أختها أم كلثوم سألتها أخي هل رأيت فاطمة؟ قالت لا أطلبيها عند جسد المولى أبي عبد الله لعلها هناك خرجت الحمراء زينب في ذلك الليل المظلم وهي تتعثر بالأشلاء وجثث القتلى حتى وصلت إلى جسد المولى الحسين في ذلك الليل الدامس المظلم وهي تنادي عم فاطمة أين أنت حتى قربت من الجسد الشريف وإذا بها تسمع أنينا وحنينا وقائلة تقول أبا يا حسين من الذي حز وريدك أبا يا حسين من الذي أيتمني على صغر سني تقل يا والدي يا والدي والله ظيم أنا صيائرا من صغر سني تيم يا أبا والناح من بعدك لتشيم أثار الأب يا ناس خيم يفي على بنات وحريم قالت زينب أفاطمة هذه قالت بلى يا عم قالت بني ما الذي جاء بك إلى هنا في هذا الليل المظلم اسمع ماذا قالت هذه الطفلة قالت عم زينب عندما هجم القوم على المخيم أرعبتني الخيل والرجال هذه الطفلة ارتعبت من الخيل والرجال إلى أين تذهب قالت فقلت ألوذ بجسد والدي الحسين تقول فتقدمت أفتش عنه فرأيته نائما بجسد فرأيته نائما على الأرض تقول فنمت بجنبه ساعد الله زينب ماذا كان قلب زينب في تلك اللحظات من لوعة وألم واقعا تلتفت إلى من تلتفت إلى الجسد الشريف تقول له خويا تحيرت والله بتمامك تقول لأخويا تحيرت والله بتامك ما ينحمل يحسين فرقك والمثل هذا الوقت يا أخويا ردناك لكنها لم تسمع جوابا من الحسين وأنى له بالجواب وقد فرق بين رأسه وجسده لهذا ماذا فعلت زينب امرأة تشتكي مولانا اتجهت إلى جهة الغريب إلى جهة أبيها أمير المؤمنين ها تقول لأبويا أبويا 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 علي اللي الهوت تقل لأبويا علي الليل هوايا يا 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 وانا حرمة وغريبة وما لي أحد تقل لأبويا بيمن 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 يا أبويا القلب يضمد
بالحسين هل عندي مدد وبن والدي العباس ما وارد خلصوا هل يا الله لحد جمعوا الأطفال والنساء زين مولانا وأرادوا أن يوزعوا الماء. تعرف أنت من أخلاق أهل البيت معلمين أولادهم ها مولانا يقول لك إذا قدم شيء أول ما يبتدئ بالطفل الصغير مولانا زين فبمن ابتدأوا ابتدأوا برقية. رقية سلام الله عليه هي اللي كانت أصغر سنا انظر ماذا فعلت أخذت الماء بكفيها الصغيرتين. وين رايحة رقية؟ الرأس أمامها على رمح معلق الرأس برمح ذهبت إلى رأس والدي الحسين بيديها الماء تريد تسقي رأس والدها قل يا ليلة الحادي عشر آهش عظم هالليلة من جابوي الماي وغدت ضج بحريم العيلة ركضت رقي على السقا نادت اوقف يا سقاي لو تاخذي الماي وتريد لور الرمح تمشي وياي لا تاخذي الماي يا تروح وياي للرمح تقول لها اليوم ثالث والدي هاليوم ثالث والدي عطشان ما اشرب ماي اغرف لبجفوف العذب بل شن يروي غليله يا ليالتي الحادي عشر اهش عظم هالليله شنو سوت قامت تغرف الماي ولو مشت من جفوفها يتبدأ ينزل الماي من أصابيحها الصغيرة وما بين أبوها والسقى تجيب الدروب وترد طفلة وغصنها من العطش ذبلان مثل الوردة ومن وصلت الذاك الرميح قلت عليها الحيلة شنو سوت تقول ما وصلت الربع الرمح صغيرة ما تقدر توصلها رأس الإمام رأس الإمام معلق فوق الرمح مولانا زين يقول ما وصلت الربع الرمح كل ما تمدي ايديها بالخيزران تعلقت تحني الرمع ما بيها حاولت يا محاولت رفعت كعب رجليها والراس يتمايا الغدا يبكي لها وتبكي له يبكي على بكاها الرمح ظل ينحني ويتطوى من شافها هدها العناء قامت تقوم وتهوى حتى بعدوها توسلت بل جن بقايا مروى ينزل الراس من الرمح تتوسل بيهم بس نزلوا لي الراس حتى اسقي قليل من الماء ينزل الراس من الرمح تشرب العذيب وتشيله قاموا يضحكون العدا
شوف الدهار ودواليب حسب لهم طفلة عمر جابوا لها العابها وهي على ابوها مفرفرة تبكي وتحن يا 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 وابي ضحك الشماتة ظل يقص بضلوع صدر صليلة وقعت على راق الرمح وتريد تسهر يم بس خلوني يم ابويا وقعت على راق الرمح وتريد تسهر يم لن من ظلام المعركة تسمع نوايح نوايح حرمه قل يا حبيبي انا عمتك زينب انا عمتك زينب ردي علي يا عم ركضت رقي على الندى ومن المصيب انحيل يا ليلتي الحادي عشر اش عظوم هالليلة أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي إذا للطمت الخد فاطم عنده وأجريت دمع العين بالوجنات يا الله يا الله يا الله يا الله اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفر والمنافقين يا الله اللهم احمي حماة الدين في مشارق الأرض ومغاربها يا الله يا الله اللهم اقضي حوائجنا بحق باب الحوائج إليك الإمام الحسين يا الله اللهم شافي مرضانا وعافي كل مريض يا الله بحق زين العابدين يا الله ومصيبة زين العابدين يا الله اللهم بحق زينب وخوات زينب إلا ما حفظت بناتنا وأولادنا من كل سوء يا الله وأحسن عواقبنا يا الله وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الإيمان وإلى أرواح موتى السامعين والحاضرين مؤسسي هذا المجلس الشريف وإلى روح وبالخصوص إلى روح المرحوم السيد رضا الحسيني نهدي ثواب مباركة الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد.